يأتي العيد وبيوت كثيرة في عدن تفتقد أحباء فيها غيبتهم الحرب ونغصت كل مناسبة تتجمع فيها الأسرة إذ تذكرها بفقيد كان بينهم ذات يوم. أم الشهيد أحمد الحسني مر عليها هذا العيد كسابقه مفتقدة ابنها الشاب ذي 20 عاما الذي اغتيل برصاص قناصة أردته في الوقت الذي كان يسعف الجرحى. راح إسعاف واحد رجع وإسعاف الثاني للنقيب، كان إسعافه الأخيرة وطلقوا منه. حتى المرضى كانت تصيح تقول الحين كان دا يسعف معي الحين كان دا. الحزن هنا يصيب قلوب الأمهات أولا ثم يأتي الأبناء يكسوهم اليتم فوق ملابس العيد. وفي هذا المنزل حالة الفقد معقدة قليلا إذ لا يعرف مصير سامي شرف والد هؤلاء الأطفال. بس ما ناقصنا إلا سامي، ما هلوش ضاع 13/8 راح قبها ما عاد قاعش للآن مفقود. بعد أبوه من بعده توفى وحسرة عليه، كان يشتغل له بتكسين صرف على جواله، لما دحين فقدناه نحن نفتخر إن كان ما تقولوا لنا وإن كان عايش يقولوا لنا سقين. تضاربت إفادات جهات في ميليشيا الإنقلابيين حول مصير سامي وحالته، لذلك يعد مخفيا تتعلق قلوب أهله بين الرجاء واليأس. خلفت هذه الحرب شهداء مدنيين أو مقاومين اضطرتهم الحرب لحمل السلاح، ففي أقصى الضواحي الغربية لعدن في منطقة فقم كان أسامة سهيم موظفا في مصافي عدن، ولم يعلم أن أطفاله الثلاثة سيقضون العيد دونه بعد استشهاده في إحدى الجبهات. مسؤول على النقاط اللي في الجبال اللي في السواحل، كان حتى لما يشي يطلبوا تعزيز كان يجي للقرية من بيرو معاه كان يخرج 10، قال لهم سألكم بالله رجعوني، رجع حتى بوس هذا ومشى. سبحان الله كأنه حاسس انه بيموت، سبحان الله مات بهذه الليلة. 3000 شهيد في محافظة عدن هي آخر إحصائية من قبل الجهات الرسمية، وتعد أسرهم وأطفالهم تحديدا شريحة تستحق الالتفات، وفي الأعياد والمناسبات يكونون أكثر حاجة للالتفات والمواساة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.